بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا معايا في الفيديو ده. هنشتغل القلب الاجور ده، نشوف مع بعض العينة دي. انا عملت عينة اهي من 17 غرزة، ابتديت 17 غرزة ومشيت 16 سطر عشان يتكون معايا القلب ده، 16 سطر. هنشوف مع بعض خطوة بخطوة، السطور سطر بسطر. دايما الغرزة هتبقى في الاسطر الفردية، والأسطر الخلفية كلها اللي هي الزوجية رقم 2 و4 و6 و8 و10، وطول ما احنا ماشيين لغاية ما نخلص ال 16 سطر بتبقى كلها غرز مقلوبة من الخلف، دي الأسطر الزوجية. والأسطر الفردية الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة هم اللي فيها الغرزة، وتكوين الأجور واللفات والحاجات دي عشان نعمل عبارة عن لفات وتنقيص، معتمدة على لف الفتلة على الإبرة والتنقيص، تنقيس من الجهة دي وتنقيس من الجهة دي. هنشوف مع بعض سطر بسطر لغاية 16 سطر. ابتديت يا جماعة ال 16 غرزة اهم. هبتدي ازاي؟ اول سطر، اول سطر هعمل 8 غرز عليين. مش هعمل هنا في العينة دي معاكم غرز الحفة عشان ما تتلخبطوش. هننفذ الغرزة على ال 6 وتتكون من 16 غرزة دول، وهنعمل اول 8 غرز عدلين. ده السطر رقم 1، 8 عدلين. هعمل 8 غرز عدلة معاكم اهو كده، 2 4 6 7 8. بعد الغرزة التامنة هنعمل لفة خيط، لفت خيط اطلع الخيط لقدام كده، وهعمل تنقيس للغرز. هعمل تنقيس للغرز ازاي؟ باني اخد غرزة كده، اصل الغرزة كده، بعدين اشتغل الغرزة اللي بعدها عدل. بس عشان اول سطر الغرز تبقى غلسة شوية في شغلها، اشتغل الغرزة اللي بعدها، واخد الغرزة المسلوتة اللي سلبتها من غير شغل دي اللي قبلها على اللي اشتغلتها اهو، لفة وصلت غرزة وغرزة مشغولة، واقلب المسلوطة على المشغولة، وبعدين اشتغل السبع غرز الباقيين. اشتغل الغرز اللي باقية اللي بس بقى الغرز، بقى السطر عدل، كل الغرز اللي بقى عدل. وبعدين السطر التاني هشتغله مقلوب من ظهر الشغل، هشوف مع بعض اهو. خلصنا السطر الاول، وهنشوف مع بعض السطر التاني هشتغله من الظهر مقلوب. خلصت السطر التاني عملته من الظهر، كل الغرز مقلوبين اهو، وهنشتغل مع بعض السطر التالت. يبقى هيبقى على طول معانا ان السطر رقم فردي هو اللي فيه الغرزة، ورقم السطر الزوجي يعني 2 و4 و6 و8 دايما كل الغرز من وراها تبقى مقلوبة، مفيهاش اي مشكلة خالص. الشغل كله في الاسطر الفردية. ده السطر التالت معانا، هنعمل ايه؟ هنشتغل بدل ما كنا في سطر اول اشتغلنا 8، هنشتغل 6 عدلين، 6 غرز عدلين. 1 2 3 4 5 6. بعد كده هنقص غرزة، يبقى اتجاههم لما نقصهم مع بعض يبقى اتجاههم ناحية اليمين. هنقصهم بالطريقة دي، ناخد الاثنين مع بعض عدل كده بالطريقة دي. بعد كده اعمل لفة عشان اعوض التنقيص ده، وبعدين اشتغل غرزة عدلة، غرزة واحدة عدلة، بعدين اعمل لفة تاني، بعدين انقص بحيث الاتجاه الغرز يبقى ناحية اليسار الشمال. فهعملها ازاي؟ اخدها بان اخد اصل غرزة، وبعدين اشتغل اللي بعدها، وبعدين اقلب المسلوطة على اللي اشتغلتها اهي كده، افوتها عليها
دي طريقة التنقيص دي عشان يبقى الاتجاه الغرزة مايل ناحية الشمال كده اهي. انما التنقيص بتاع الاولاني التنقيس بيبقى الغرز مايلة ناحية اليمين. بس بعد كده اعمل 6 عدلين، هيبقوا 6 عدلين، ادي واحدة اهي وادي التانية، باقي الغرز عدلة. سطر قلنا التالت، سطر الرابع من ناحية الظهر هشتغله مقلوب، مفيش اي حاجة، هنعمله مقلوب اهو من الظهر. ونيجي بعد كده للسطر، ده السطر الرابع، ونيجي للسطر الخامس بقى من ناحية العدل، ده اهو هنشتغله مقلوب. نيجي مع بعض للسطر الخامس، ده الرابع هخلصه اهو مقلوب من ده، وهنشتغل مع بعض السطر الخامس. اشتغلت السطر الرابع يا جماعه، هنشتغل السطر الخامس مع بعض. الرابع اللي كان من الظهر مقلوب، هنشتغل في الخامس 5 عدلين. خمس غرز عدلة، بعد الخمس غرز هجيب 3 4 5، بعد كده بعمل تنقيس 2 مع بعض عدل كده، 2 عدل مع بعض. بعد كده بعد التنقيس بعمل لفة، بعد اللفة بعمل 3 عدلين، كان في السطر اللي قبل كده بعمل 1 عدلة 1 1 عدلة، بس هنا هعمل 3 3 عدلين. بعد ال3 العدلين ال3 ربع عدلين، بعدها لفة، بعد اللفة التنقيس اللي هو بسلة واحدة، واشتغل اللي بعدها عدلة، مقلب العدلة المسلوطة على العدلة، شيل معايا. بعد كده بشتغل الباقيين دول، الغرز الباقيين دول كلهم عدلين. خلاص ده السطر الخامس. السادس من الظهر هنعمله مقلوب، ونشوف السابع. خلصت السادس المقلوب، هعمل السابع معاكو من ناحية العدل اللي في الغرزة. هبتدي بأربع غرز عدلين، خدين بالكم معانا الغرز البداية اللي في الأول دول بيقلوا كل سطر في الشغل اهو، هيبقى 4 عدل 4 غرز عدلين. وفي اخر السطر 4 عدلين برضو، وادي اول 4 غرز عدلين. بعد كده التنقيص اهو، بنقص الاتنين دول عدل مع بعض كده عشان يبقى اتجاه الغرز بعد ما يتنقصوا لليمين اهو. بعد التنقيص بعمل لفة، بعد اللفة هشتغل كان في السطر اللي قبل كده 3 غرز، هشتغل 5 غرز عدلين، دي 1 2 3 4 5. بعد ال5 غرز العدلين بعمل لفة، بعد اللفة عن تنقيص بس اللي هو بالطريقة دي كده بسلة واحدة، واشتغل اللي بعدها عدل، واقلب المسلوطة على العدلة مسلوطة، اقلبها كده وفوتها فوق التانية اللي خدتها اللي اشتغلتها اهو. بعد كده بعد التنقيس ده هعمل ايه بقية الغرز عدلين، تبقى 4 غرز، دي كده يعتبر غرزة، وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة كده. السطر السابع خلص، هنشتغل التامن من الظهر، وبعد كده نشوف التاسع. انا اشتغلت السطر التامن، خدوا بالكم اسطر الزوجيه زي ما قلنا بنشتغلها من الظهر كلها مقلوبه، خدوا بالكم دايما يكون عدد الغرز 16 غرزه اللي هم ابتديناهم في الاول، بشتغلهم كلهم مقلوبين من ناحيه الظهر. بعد كده هشتغل معاكم بعد كده الدور على السطر التاسع. السطر التاسع هشتغل 3 غرز عدلين في الاول، بكرر كل اللي بعمله، بس هي على الغرز بس بيبتدي يقل الغرز العده اللي في البدايه والنهايه واللي في الوسط. ادي 3 غرز عدلين، بعد اخد بقى الاتنين دول عدل مع بعض كده
هجيب اتجاههم باليمين، هباخدهم بالطريقة دي. تنقيس بعد عوض التنقيس بلفة، هشتغل الغرز اللي في الوسط دي كلها عدلة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، الغرز العدلة بتزيد في الوسط بتزيد، سبعة، والغرز العدلة اللي على اليمين وعلى الشمال في الأول في الآخر بتقل، سبعة. أعمل لفة عشان نعمل الأجور، وصل دي واشتغل دي عدلة، وأقلب المسلوطة على العدلة المجعولة، أقلب اللي سلكتها دي على اللي اشتغلتها عشان يبقى اتجاه التنقيس كده للشمال كده، واحد كده بقى الغرز اللي بقى كلها عدلة. ده السطر التاسع يا جماعة، اهو السطر التاسع. هنعمل العاشر من الخلف 16 غرزة ونيجي لل11. نكمل يا جماعة سطر ال11، نحط على غرزتين عدلين، بعدين نقص، ناخد اتنين دول عدل معا، بعدين نعمل لفة، هنعمل اربع غرز عدلين، نقصنا وانا عملنا لفة واربعة عدلين، بعد كده لفة تاني، بعد كده نعمل تنقيس تاني بقى في النص عشان تبان رسمة القلب. نعمل تنقيس، هناخده بطريقة زي ما ابتدينا في البداية خالص. هنا هناخده ان احنا هنسلك الغرزة دي، هنشتغل الغرزة اللي بعدها، نقلب المسلوطة على العدلة على الغرزة اللي اشتغلناها، بعدين بعدين نعمل ثلاثة عدلين، نشتغل ثلاث غرز اللي جايين دول عدلين، بعدين هنعمل لفة وتنقيس تاني، نسلتها كده، نشتغل اللي بعدها، نسلت دي، نشتغل دي عدل، نقلب اللي سلتناها على المجهولة، بعدين نشتغل اتنين اخرين عدلين. ده السطر ال11، ال12 نعمله من الظهر مقلوب ونكمل مع بعض ال13. هنشتغل يا جماعة السطر ال13 بقى من قدام. السطر ال13 عبارة عن ثلاث غرز، هنبتدي بثلاث غرز عدلين، ثلاث غرز عدلين، اول ثلاث غرز هنا اهو عدلين. خدوا بالكم السطر ده فيه حبة يعني خطوات، بعدين لفة، بعد اللفة هنعمل تنقيس اللي هو احنا بنسلك الغرزة دي كده، هنشتغل دي، نقلب المسلوطة على العدلة، بعد كده ناخد واحدة عدلة، بعدين نعمل تنقيس تاني اللي هو الطريقة اللي هي دي، اللي هي بناخد اتنين عدل مع بعض، بعدين لفة، بعدين واحدة عدلة، بعدين لفة وتنقيس تاني ان احنا نسلت ونشتغل العدلة، ونقلب المسلوطة على العدلة، وبعدين ناخد واحدة عدلة، بعدين نعمل تنقيس تاني الاتنين مع بعض دول، ناخدهم مع بعض، بعدين لفة، واخر ثلاث غرز سهلين، اخر ثلاث غرز عدلين زي ما بدأنا في اول السطر بثلاثة عدلين. هو السطر ده 13 وال15 اللي فيهم شغل كتير شوية. ليه؟ عشان هنكمل غرزة القلب الجزء الفوقاني ده، خلصنا الجزء اللي هو طالع عدل زي سبعة كده. بعد كده خلص السطر 13، ده 14 من الظهر، نشتغل 17 غرزة كلهم بالغرزة المقلوبة، ونكمل مع بعض ال15، اشتغلت السطر ال14 من الظهر كله مقلوب، 17 غرزة مقلوب. هنيجي للسطر ال15، هنخلص ده اخر سطر، 16 كمان هيبقى مقلوبة واخر سطر ده قبل الاخير. هنشتغل اربع غرز عدلين،
اول 4 عيارين، بعدين لفة، نعمل تنقيس للثلاث غرز دول مع بعض. هما يبقوا الثلاثة صعبين بس هنحاول نوسعهم كده الأول وناخدهم مع بعض عدل. ثلاثة ناخد اللفة وثلاثة عدل مع بعض اهو، ندخل كده بالإبرة نوسعها وناخدهم مع بعض عدل، بعدين لفة وثلاث غرز عدلين، واحد 2 3، وبعدين لفة وتنقيس تاني، تنقيس تاني لتلاتة برضو دول مع بعض، هنوسعهم كده ناخدهم تلاتة عدل مع بعض. اهو بعدين لفة واخر تلات واخر 4 غرز الاخرانيين عدلين، 4 زي ما بدأنا، 4 في الاول 4 في الاخر عدل كده. السطر 15 خلص، فاضل السطر 16 وهو هيبقى مقلوب من الظهر، وكده الغرزة خلصت معانا، يبقى الغرزة اتعملت على 16 سطر، والسطر 16 من الظهر اشتغل مقلوب، ونشوف الغرزة. اشتغلت السطر 16 اخر سطر مقلوب من الظهر، وده شكل القلب اهو اتكون معانا خلاص وباين وظهر. لو اشتغلنا بقى كام سطر عدل ومقلوب لفوق هيبان منظر القلب، يبقى عملنا غرزة القلب دي زي ما قلنا في الاول على 16 سطر، وعملنا وكوناها من 17 غرزة، خدوا بالكم مش 16، 17 غرزة في البداية، واتعملت على 16 سطر كده خلصت. يا رب يكون عجبكم الشرح وتعملوها وتنفذوها بسهولة.